ينضم لي الآن سكرتير تحرير صحيفة الرياضي الأستاذ بندر فلقي. حياك الله يا بندر. يا هلا وسهلا أخوي ثامر، أسعد الله مساك ومساء جميع المستمعين البرنامج الناجح وبرنامج الجولة على مكتب ثامر. حياك الله، هذا برنامج غرفة 11 الجولة الساعة 6. هم كلهم ناجحين صح؟ كلهم ناجحين. يعطيك العافية بندر. يمكن نفينا قبل شوي على لسان بعض الشائعات، خلينا نقول الصفقات الوهمية. احنا ذكرنا في برنامج الجولة وفي برنامج غرفة 11 أكثر من مرة عن بعض الصفقات، بس اللي موجودة على أرض الواقع، يعني اللي يدور حولها أحاديث، يعني مثل صفقة تجديد عماد الحوسني قبل التوقيع مع النادي الأهلي، هتروح مثلا التجديد مع كاماتشو بالنسبة أيضا للنادي الأهلي. تحدثنا عن أحمد الفريدي خاصة بعد تصريحه لبرنامج الصفقات الوهمية هذه، كيف ممكن تتعامل معها وسائل الإعلام قبلنا في برنامج الجولة وفي برنامج غرفة 11 أكثر من مرة عن بعض الصفقات، بس اللي موجودة على أرض الواقع، يعني اللي يدور حولها أحاديث، يعني مثل صفقة تجديد عماد الحوسني قبل التوقيع مع النادي الأهلي، هتروح مثلا التجديد مع كاماتشو بالنسبة أيضا للنادي الأهلي. تحدثنا عن أحمد الفريدي خاصة بعد تصريحه لبرنامج الصفقات الوهمية هذه، كيف ممكن تتعامل معها وسائل الإعلام قبل نشرها خلينا نقول أو حتى إيصالها؟ أولا أستاذ ثامر، الإشاعات في الوقت هذا بالتحديد تحدث في جميع أنحاء العالم، يعني لن نقصرها ونقول بس الدوري السعودي، جميع أنحاء العالم الآن أسماء لاعبين في اليوم ممكن تتكرر لأكثر من 3 أندية وأربع أندية. أنا أشوف أن الشيء هذا بالنسبة للجمهور شيء طبيعي. الإعلامي هو أصلا في الأخير يبحث عن الخبر عن طريق النادي. ممكن أنه يأخذ الخبر عن طريق أي مسؤول في النادي، عن مفاوضات، عن أو فكرة البحث عن اللاعب الفلاني، أو أنه ممكن إحنا لاعب الفلاني، أو المدرب يفكر في اللاعب الفلاني. فهي في الأخير تنتشر عن نفس طريق أحمد الفريدي. الآن أنا متوقع أن 3 أندية الآن كلها تبحث عن اللاعب هذا بالإضافة للهلال، يعني ممكن بكرة نسمع الهلال. وفي النهاية هو لاعب، يعني لاعب ناجح ولاعب جميع الأندية، يعني إضافة لأي نادي في السعودية وبرضه الأندية الخليجية. طيب بندر، بحكم يعني تواجدك وبحكم يعني الخبرة خلينا نقول الإعلامية، يعني كيف أقول لك، مثل الوقت هذا اللي يتكلم فيها الكابتن أحمد الفريدي، تشوف أنه اللي صرح فيها؟ أنا أشوف أنها طريقة تسويقية للعب، يعني أفضل طريقة للعب أنه يتكلم، يعني ما أخذ في الحسبان بندر مصلحة النادي؟ بالتأكيد، هو اللاعب باين من التصريح في الوقت هذا، يعني قبل شهرين من نهاية عقده، أنه محاولة الضغط لنادي الهلال، وبرضه يعني الأندية الثانية يعني تحرك، ترى أنا جاهز، يعني اللي يبغى يلا يجهز لعبته. أنا أشوفه بالطريقة هذه، طريقة اللاعب من حق اللاعب اللي يسوق نفسه بأي طريقة يشوفه، حتى محمد الفريدي إضافة لأي نادي صراحة، طريقة يعني عادية، يعني بالنسبة لأحمد الفريدي بالنسبة للاعبين الحاليين. أشوفه أنه محاولة الضغط على نادي الهلال بالتحديد، ومحاولة الضغط على الأندية التي ترغب في اللاعب، والأندية التي ترغب لعندهم سيولة مادية، لأن محمد الفريدي أتوقع شخصيا من الناديين اللي ممكن يتفاوضون مع اللاعب. أنا أشوف حاليا أنه الهلال، الأهلي، الشباب. الأهلي والشباب غير طبعا الهلال. طيب يعني الناديين دول اللي ممكن تقدر تقول أنه عندهم سيولة مادية أنهم يجيبوا اللاعب، وإضافة لهم ولاعب مرة زي الاتحاد، يعني ممكن يستفيد من اللاعب هذا، لو يعني خصم من 100 مليون هذا 40 مليون أو 35 مليون لأحمد الفريدي يستاهل، يعني حسب ما سمعنا الإدارة الاتحادية عندها 100 مليون جاهزة للصفقات، يعني هذا المبلغ. طيب على طاري بندر، 100 مليون اللي وعد فيها عيد الجهني طبعا في أوقات سابقة، اللي يعني بيتم تحضيره خلينا نقول أو جمعها، لأنه هو قال ما راح تكون جاهزة عنده، بيجمعها لبداية الموسم القادم. لكن الأوضاع الآن اللي موجودة في نادي التصايرة مع مدرب الفريق كانيدا، منها المشكلة مع رئيس النادي، الإعلان دار أو حتى المدرب ولم يؤخذ رأي، مثل هالأوضاع اللي يعيشها عيد الجهني ونادي الاتحاد، تشوف أنه ممكن يكون هذا الوضع صحي مع بداية الموسم الجاي؟ يبشر بالخير بالنسبة للاتحادين؟ شوف، الأوضاع في نادي الاتحاد لازم يعترف فيها، أوضاع صعبة. إذا إدارة الاتحاد لديها 100 مليون فعليها تتحرك من الآن، يعني هذا الوقت المناسب اللي ممكن للتعاقد مع اللاعبين، لأنه أنت عندك شهر
وبعدين حيبدا المعسكر. لو بدا المعسكر خذ راي مثل هالاوضاع اللي يعيشها عيد الجهني ونادي الاتحاد، تشوف انه ممكن يكون هذا الوضع صحي مع بدايه الموسم الجاي؟ يبشر بالخير بالنسبه للاتحادين. شوف الاوضاع في نادي الاتحاد لازم يعترف فيها اوضاع صعبه. اذا اداره الاتحاد لديها 100 مليون فعليها تتحرك من الان، يعني هذا الوقت المناسب اللي ممكن للتعاقد مع اللاعبين، لانه انت عندك شهر وبعدين حيبدا المعسكر. لو بدا المعسكر خلاص من بعد المعسكر لك، لانه المعسكر هو تربط فيه الطريقه والتكتيك والخطط للموسم القادم. يعني لو الاتحاد ما تحرك خلال الشهر هذا بالتحديد، انا اشوف انه الكلام الماضي كله حيطلع في الهواء، يعني كلام من غير قيمه. وهذا هو انها تظهر الوعود وتظهر صحة ما قالت خلال الأيام الماضية. 100 مليون بصراحة، 100 مليون في موسم يعني قادر أنك تجلب بطولات وتجلب لاعبين مميزين وتجلب جهاز إداري طيب، وبعدين عندنا استطاعة أنه ينهض نادي الاتحاد. يعني طيب تشوف بندر ان يعني بحكم اللي تشوفه مثلا في نادي الاتحاد الفتره الاخيره، تتوقع انه ممكن تكون ال100 مليون هذه موجوده على ارض الواقع ولا مجرد احاديث؟ والله على حسب كلام اداره نادي الاتحاد انه في 100 مليون. اذا ما ظهرت انا اشوف ان عليها استقاله، يعني بما فيها محمد بن داخل جميعهم. اذا ما ظهرت ال100 يعني هذا الوقت، اذا هم يحبوا نادي الاتحاد ويشعروا بقيمة نادي الاتحاد وبجماهيرية نادي الاتحاد، عليهم إظهار المئة مليون حاليا لدعم الفريق في الوقت هذا بالتحديد. الاتحاد يحتاج الدعم في الوقت الحالي الآن، بعد شهرين بعد ثلاثة ما يحتاج الدعم، خلاص حيكون الموسم ضاع الموسم الجاي. إذا أظهروا المئة مليون باستطاعتهم أنهم يجلبون اللاعبين المميزين، يجلبون الأجانب المميزين. إذا ما أظهروا المئة مليون حيكون الموسم القادم موسم أضعف من الموسم الحالي. خروج مظهر البطل أنا أفضل لهم. طيب بندر نكون صريحين، هو محمد بن داخل وإدارته إذا استقالت من إدارة نادي الاتحاد، يعني حتى اليوم كان فيك حديث من الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة واحتمالية استقالة، لكن احنا نفيناها في برنامج الجولة اليوم أنه ما في استقالة أبدا ولا فكر أبو طلال باستقالة. بس أنا أقول لو يعني خلينا نقول مستقبلا أو في الفترة هذه أو في فترة الصيف إذا ما استقالت إدارة محمد بن داخل، هل يوجد بديل قادر على رئاسة نادي الاتحاد؟ والله شوف رجالات الاتحاد في المنطقة الغربية بالتحديد منطقة جدة رجال محبين نادي الاتحاد وداعمين نادي الاتحاد. عن نفسي لا أعلم إذا كان في شخص جاهز لرئاسة نادي الاتحاد، ولكن الأنسب حاليا ما أشوف محمد بن داخل، ولكن عليهم الاحتواء أكثر من الموسم الماضي. يعني المفروض الوقت الحالي يكون يبدو يشتغل على نادي الاتحاد، يبدو بالدعم، يبدو بإشراء إعلان اللاعبين. يعني زي اليوم الأهلي مؤتمر صحفي وإعلان التوقيع مع لاعبين، الاتحاد مفروض من نفس الطريقة، مؤتمر صحفي وإعلان مع اللاعبين، إعلان عن اللاعبين اللي تم التوقيع معهم حتى لو توقيع مبدئي، لأن هذه الأشياء ممكن تخفف الضغط على الجماهير. جماهير نادي الاتحاد الآن ما هي عارفة هي هل وقع النادي ما وقع، يعني تسمع تصريحات فضائية، تصريحات فضائية لا تسمعها تغني من جوا. لما يكون في اجتماعات وفي مؤتمرات صحفية وفي إعلان رسمي من المركز الإعلامي، هذا هو يكون المصداقية. أما تصريحات أنا أشوف أنها. طيب بندر آخر سؤال لك، بطولة أوروبا في بولندا وأوكرانيا، من تشجع؟ والله أسبانيا. أسبانيا أنت مع بطل العالم ها؟ إيه. الانجليز ما تشوفها شوي ممكن فنجوم، لكن ما لهم حظ وغير قادرين. يعني في اسبانيا، شوف اسبانيا قريبه جدا يعني. الالمان خاصه بعد خسارتهم سويسرا 5 مباراه وديه. الالمان ما يعني هذه مباراه الامس، هذه مباراه يعني وديه تجهيزيه بالصف الثاني يعني. ولا اختبار لهم يعني. انا اشوف ان برضو المانيا مرشح بقوه. بس أتمنى إسبانيا، نفسي أتمنى إسبانيا. إسبانيا فيها نجوم وفيها متعة وفيها يعني برشلونة، ثلث أرباع الفريق من برشلونة فيها متعة. توي بسألك بقولك تشجع الملكي ريال مدريد ولا طلعت برشلونة؟ ملكي يعني، أنا ملكي ريال. ملكي طيب أوكي. بس اليوم الثاني برشلونة. بنتفق أجل. طيب بندر يعطيك العافية بندر، وشكرا لتواجدك ويعطيك العافية. ومعليش عطلناك عن الجريدة. شكرا لك. يعطيك العافية. كان معنا سكرتير تحرير صحيفة الرياضي الأستاذ بندر فلقي.